الناس اللي بيقولوا لا الارض مش كرويه، ويجيب الايه والارض مددناها، مش كده يعني بسطناها، مش كده؟ قول له انت غلطت في الحقيقه القرانيه، مددناها ما تمنعش التكوير، وانت ظنيت انها تمنع التكوير، تبقى انت غلطان في الحقيقه القرانيه. لذلك لما قالوا الارض كرويه قلت اصطدم القران مع الكون. نقول اصطدم القران بفهمك انت، لانك فهمت حقيقه قرانيه وهي ليست، بل الحقيقه القرانيه مناقضه لقولك. ليه؟ قال لك لان معنى والارض مددناها، الارض مطلق الارض، يعني كل ما تروح عند حته ارض تلاقيها ايه؟ في ارض بعديها. لو ان الارض مش كرويه كان يبقى لها نهايه ولا لا؟ لما تيجي عند الحافه دي نقول ما فيش ممدوده، يبقى اذا مددناها تتطلب انها تكون ايه؟ يبقى انت خدت الحقيقه القرانيه بالعكس، فاصطدمت مع الحقيقه الكونيه. يبقى اذا قلت هذه حقيقه قرانيه ودي حقيقه كونيه، لا اصطدام ابدا. وليطمئن الغيورين على دين الله الذين لا يريدون ان يربطوا القران بالمسائل دي، نقول لهم لا اربطوه بالحقائق، بس تحروا الحقيقه القرانيه وتحروا الحقيقه الكونيه، تجدها ويا بعضها تمام ما تختلفش، انما ان تقول هذه حقيقه قرانيه